السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد. حياكم الله جميعا. لعبة المدرب الأفضل تقريبا تعتبر من أفضل الألعاب الكروية حقيقة موجودة على الجوال. لعبة رهيبة يا جماعة الخير، ألعبها تقريبا من 2015، أوكي ما بين فترة وفترة يعني. واللعبة الشيء الجميل فيها أو ينزل لها تحديثات بشكل مستمر. طبعا موجود في الدوري أنا وغلوري يا أخوان، راح يكون في تحدي رهيب فيما بيننا. بس قبل لا نبدأ يا جماعة الخير، خليني أوريكم فريق والتشكيلة والعناصر اللي عندي والأمور الطيبة والأشياء ذي. الفريق حقي يا جماعة الخير عندي أسينسيو واصل ما شاء الله تبارك الله 102، وعندي جونيور اللي هو اللاعب الصغير هذا حق مدريد واصل 100، وعندي بيل واصل 99، دياز واصل 95، وبنزيمة راح أعرضه للبيع يا أخوان، ببيعه بأرخص شيء. أنا نعرضه بسعره ونفك منه يا أخي. المهم عرضنا بنزيمة للبيع، وعندنا فاسكيس وراح نشتري إن شاء الله لاعب اليوم، وعندنا إسكو واصل تقريبا 100، ومودريتش واصل 100، مودريتش لياقته تعبان يبغى لي اريحه. هنا يطلعوا السلامه كروز واصل 99، وكازيميرو 96، دفاع فران 100، وكارفخال 100، واودريز هذا اللاعب الصغير هذا واصل برضه 100، ومارسيلو راموس مع الشباب انا راح ابيعه. قاعد يسوي مشاكل في التدريبات في الفتره الحاليه يا جماعه الخير مع اللاعبين، ونافخ ريشه ويشوف نفسه التوب، والمشكله انه ما هو قاعد يقدم مستويات، فراح ابيع راموس بالسعر اللي. وعندنا كورتوا واصل 105 هو اللي هو تقريبا ليجندري، ونافاس واصل تقريبا 93. قلت يا جماعه الخير هذه بس خلينا نعدل عليها شويه. عندي هذا 100 وهذا 100. راموس طبعا ما راح يلعب، والله ما شده، والله ما شده. وين شو اسمه ذا فرنانديز مكان، اوكي. وعندنا مارسيلو في الجهه اليسرى، يمديني احط كارفخال مكانه لانه هذا اللاعب الصغير اللي هو يبدا بحرف الاو، شو اسمه شباب معلش والله اعذروني يا شباب، هذا الرجال الطيب يا اخوان اصلا مكانه ظهير، فيمدي يلعب ظهير يمدي يلعب قلب دفاع. الا اقول لكم احتراما لمدريد والامور الطيبه في مدريد، انا راح العب كارفخال ظهير ايمن، وراح العب مارسيلو ظهير ايسر، وراح العب الواد الصغير هذا في قلب الدفاع، فيصير عندنا ثلاث لاعبين فوق ال100 يا جماعه الخير. ها شوف يا اخي الوسط، انا راح اجيب هنا مودريتش، مع انه مودريتش لياقته تعبانه بس عادي يا ولد. وعندنا اسكو على اليمين، ومودريتش على اليسار، وكروس في النص. طيب جارث بيل قدام، طبعا هجوم ما راح اغير فيه شيء لانهم تقريبا يعتبرون توب كلهم. التكتيكات كان مدحي ما جسس لي على جلوري، ما اعرف هو باي تكتيك يلعب، لكن انا متاكد انه بقوه فريقي راح ادق خشم. بالنسبه للناس مثلا اللي تلعب، اتوقع انه جلوري يلعب على الاجنحه، فيصير احنا نحط له الدفاع المضاد اللي هو الدفاع للرجل لرجل، لكن اذا هو مثلا من النوع اللي يلعب على الشوت يعتمد على الشوت، يصير نحط له دفاع اللي هو دفاع المنطقه، يكونوا يعني راصين حتى لما يشوت قاع في المدافعين. طبعا هذه طريقه اللعب وهذه فلسفه اللعبه يا جماعه الخير، اوكي. طبعا مصيده ما احط مصيده، واحاول اني اهاجم بالاظهره، واحاول ان الوسط يتحركون والمهاجمين يساندون لعيبه الوسط. اما بالنسبه للقطع حماسي هذا يعتمد على الحكم، تشوف الحكم ايش وضعه، هل اذا كان متساهل ممكن تخليه خشونه، اذا كان متساهل حتى انك تجلد خصمك جلد، اذا كان يطلع مر السلامه يعني الخصم الحكم ما بنص نص تخليه حماسي، واذا كان يعني الحكم مره متشدد تخليه عادي. اما بالنسبه للضغط احب اني انا دائما اخلي فريقي يميل للهجوم قليلا يعني فوق 50%، والضغط الدفاعي اخليه متوازن، وايقاف اللعب كله متوازن عندي الحقيقه، يعني انا اشوف المتوازن انسب شيء. طبعا الضربات الركنيه بخليها الرجال الطيب كروز، واسكو راح يشوت الضربات الحره وضربات الجزاء، وقائد الفريق راح اخليه طبعا مودريتش، والله ما يشدها راموس. ايوه بالنسبه لجلسات التدريب يا اخوان، اسينسيو اوف والله اسينسيو، اوه بطور دياز، ممكن دياز يوصل يعني لرقم كويس. وهنا مين اطور في الوسط؟ في الوسط مين اطور يا اخوان؟ خلينا نطول هذا، يصير يمكن بيع ولا شيء، نطول، انا قلت نطول صح؟ ودي يصير لاعب مثلا مارسيلو اقرب واحد انه يتطور يعني يوصل او موجود في التشكيله، ابغى ارجعه بعدين. طيب وعندنا هنا نفس او قريب. المهم دياز بيوصل 96، وهذا الرجال بيوصل 97، ومارسيلو حيزيد شويه، ونفاس حيزيد شويتين، يعني حطور بيل وكروس ومارسيلو ونفاس مره ثانيه، اعتقد اني استطيع اخلي جارث بيل يوصل 100، يصير عند الثلاثي الهجومي كلهم فوق ال 100. الان راح اوكي بيل يا عيال 100، وهذا 88 اللي هو داني ومارسيلو وش اسمه نفاس يبغى لهم شغل شوي. قائمه الانتقالات، ايوه يا سلام قائم، اتوقع بنزيما انباع على طول، ابغى اجيب لاعب جامد يعني الصراحه يكون بديل لبنزيما ولا شيء، يعني لاعب اتمنى من اعماق قلبي انه نيمار يصير في الريال. خلينا نحاول نشتري نيمار، يقول رصيدك غير كافي، راح نشتري نيمار، ونيمار يا جماعه الخير موجود عندنا في النادي. بما اننا عرضنا راموس للبيع يا جماعه الخير، فودي اجيب مدافع، ولد طاقته قويه مره، هذا قلب دفاع، راح اشتريه، يصير اوف 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 والله كلفنا شباب
كوينز كثير في زبدة. الآن عندنا لعيبة لا إله إلا الله. أنا صراحة ودي أرسل الكشاف يجيب لي لاعب وسط صغير يصير برضه أطوره زي كذا، لاعب وسط يعني أستثمر فيه، يكون مو محور، يكون هجومي. يعني أنا أفضل إنه يكون هجومي لأنه عندنا دفاعيين وهم أصلاً يتطورون في الدفاع في الهجوم، فما في مشكلة. يكون طاقته ما بين 89، من 80 إلى 89، عمره يكون شاب طبعاً. فراح نرسل الكشاف أنا يا جماعة الخير يجيب لنا الأخبار. طبعاً بما إنه عندي كوينز أقدر أقول له تعال بسرعة شوف اللعيبة اللي جاب لي إياهم. جاب لي هذا اللاعب اللي هو اسمه أندرسون، جاب لي هذا اللاعب اللي اسمه اوكي 21 سنة، جاب لي لاعب ثاني برضو 21 سنة. اعتقد اني راح اخذ الاصغر لاعب فيهم اللي طاقته 85، ومتأكد ان هذا اللاعب راح يوصل معايا اتوقع 90 او 100 حتى. وشرينا اللاعب والان عندنا 3 لاعبين شريناهم، شرينا نيمار وشرينا مدافع انتر، شرينا اللاعب الصغير هذا. هنا ممكن تتجسس على فريقك في المباراة القادمة اللي راح تلعب فيها. طبعا انا قد متجسس على جلوري وعارف ايش نظامه وايش لعبه وايش طريقته. اما بالنسبه للملعب يا جماعه الخير انا مطور حق التدريبات بحيث انه اللاعبين عندي يتطورون بسرعه، وموصلها 3 نجوم، وبرضه سعه الاستيعاب حق الملعب حقنا برضه 3 نجوم، بس باقي لي الارضيه حتى انه اذا الخصم لعب على ارضنا يعطيني افضليه وزي كذا. اوكي احاول اني اخلصها واوصلها 3 نجوم الان احسن اساس انه انا اصير فريق فخم والله حق. ايوه والمرحله الاخيره لقيد البناء وهذه 3 نجوم عندنا، سعه الاستيعاب بالملعب وارضية الملعب وتسهيلات التدريب كلها 3 نجوم فل يا ولد، والله فريقي مرة قوي يا ولد. الرعاة اللي كنت انا متعاقد معاهم حقين ويبيديديا مدري هم او بما ان انا احب اكس بوكس فراح اتعاقد معاهم يعني، فاعتقد هذولي 201 هذولي معاهم فلوس، هذولي اكثر ناس قدمونا، صير هذولي الرعاة الاربعة حقين النادي. سويت معسكر يا اخوان عشان انه اللعيبة يتجهزون وزي كذا، تدريب سري بحيث انه الخصم ما يقدر يتجسس عليك وما يعرف إيه انت ايش تلعب باي تكتيك او ما شابه. اوكي الطبيب هنا يا جماعة الخير ما عندي يقول لاعب مصاب، لكن اذا لاعب مصاب صير تحطه عند الطبيب هو يضبطك، وايضا اذا عندك ايقافات تروح عند المحامي ويصير هو يشيل عنه الكروت الحمراء او الصفراء او ما شاء. جبت لكم اغلب الاشياء اللي في اللعبه، الناس اللي ما لعبت اللعبه ممكن يعني ان شاء الله باذن الله انهم فهموا معايا كيف تدار اللعبه او تلعب اللعبه، والناس اللي قد لعبين اللعبه اتوقع انه هذا الشيء مره قد مر عليهم يعرفونه كله، لان اللعبه بسيطه ومره باللغه العربيه والترجمه ممتازه وكل شيء ممتاز فيها يا جماعه الخير. وحان الان نشوف مباراتهم ضد جلوري. جلوري طبعا من جماعه الخير معاه بنفيكا، نشوف ايش الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. بجلوري ترى يعني عنده لاعبين وشيء كذا وشيء ممتاز وذا، ونشوف بسم الله. شوف طبعا انا ما نزلت بجلوري باقوى لاعبين عنده لانه فريقه اوه جايب ليمو امتيتو هرنانديز كوتينيو، جايب روجي، جايب بروفيزيتش، مبابي، ديمبري. يا مفتري والله خيانه، انا مفترض اتجسس عليه بعد قبل المباراه عشان اعرف مين عنده لاعبين. دايم شوف لعيبته كيف، الله يستر ان شاء الله انه تكتيكي يتفوق على تكتيكه لانه انا حاط تكتيك مضاد لتكتيكه. طبعا نبدا المباراه وهذا التعليق والعوال. بسم الله الرحمن الرحيم، وكوره مع الهجوم عند جلوري، الهجوم عند جلوري. الله يستر الله يستر، يلا الله عليك الله عليك كوتينيو، مو كوتينيو مين، الله عليك يا جسم حارس كورتوا، ليتس جو، يلا روح روح. اوكي هنا شوت لي، يا الله جام صدق وحارسه مين؟ لا وهذا جونيور، فرصة ضايعة منه. طيب تسديدة ضعيفة، تسديدة ايوه هذا انا، هذا 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 فاسكس شات شاء الله يا فاسكس، 1-0 القم يا جلوري القم، الله عليك يا كبير، ليتس جو ليتس جو. يلا وصلنا الدقيقة 12 13، او ديمبلي يحاول فرصة ضايعة، اعتقد انه لعيبتي صدوها، وهذه شوتة من ديمبلي. الله عليك كرتوا وحش والله، قاعد يصلصل الولد، كفو 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 كفو، صحيح صحيح، يلا كمل كمل يا عيال، برضو فرصة ضايعة من الرجال جونيور. المباراة على اشدها، الله هرنانديز هذا، هرنانديز كرت اصفر ايه، قاعد تلعب بخشونة، الحكم انا ما ادري هو متساهل ولا لا، وتسديده من جلوري، الله على كورتوا كورتوا انت المنقذ. للان جلوري اخطر، للان جلوري عنده تسديدات على مرمايا اكثر من تسديداتي، ركنيه خطيره ومين ويلا الله ايش الكلام هذا، والله والله كازيميرو شويت ها، صح لك كازيميرو كفو. يلا وصلنا الدقيقه خلاص، الشوط الاول قارب على الانتهاء يا جماعة الخير، والآن أنا متقدم 1-0 إن شاء الله أنهي الشوط وأنا متقدم بإذن الله في النتيجة، وهذه تسديدة يا ولد هذا شو مسوي ذا، والله ضاغطني يا أخي، يعني ما العوال ما يهجمون، أمسك الكورة شيء، هجوم سريع من دياز يحاول أن الهجمة بتسديدة، ويلا يا ولد تكفى الثاني قبل نهاية المباراة. حارسه مين؟ حارسه مين يا ولد؟
ما 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 ركز على الحارس، من طلع حارس. يلا هذا نهاية الشوط الأول، أوكي، وانتهى الشوط الأول بالوقت الإضافي وكذا. نشوف انطباعات كثيرة يا خالد، ما رأيك الشوط الأول؟ استمتعت فعلا بالمراحلة الثانية؟ أتوقع أن الشوط الثاني سوف يكون مثير. طب نبغاك تحلل يا أخي، شكله ما يحل، أنت الخبير يا خالد، الآن دعنا نشاهد الشوط الثاني. طيب نشوف يا خالد، يلا. طيب الشوط الثاني يا أخوان متقدم 1-0 بالعافية الأمانة. جلوري كان أخطر مني مرة. مارسيلو لا يترك، أوه مارسيلو شاد، أوه مارسيلو كرتس، لا لا مارسيلو لا تسوي كذا، تكفى. وفرصة ضائعة أتوقع إنه، أوه طبعا في لعيبة ترى ضعاف شباب لعبتهم أنا، وهذه فرصة ضائعة. أوه ماي جاد، جلوري خطير، جلوري خطير والله، شكله بيجيبني وبيلقمني يا أخي، إيش الكلام هذا؟ أفا يلا مودريتش، كرة جميلة لدياز، يلا يا دياز، لا مو وقتك تجي الإعلام، نو 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 نو، الله الله أكبر. ألقم يا جلوري، ألقم ألقم يا حبيبي الثاني بقوة الفريق يا حبيبي، والتكتيك يعني وقوتي والله صراحة الآن قوة فريقي فايدتني، ولا أعتقد أنه تكتيك جلوري أقوى من تكتيك حقيقة من الآن أنا أشوف، مع أنه والله ما نزلت له أقوى عناصر عندي، نزلت ناس شوية لك عليهم، ما حطيت العناصر الممتازة عندي. أوه فرصة ثالثة لنا، أوكي توقع أنه الآن فريق جلوري متوتر والأمور ماش، ويلا هرنانديز فرصة ضائعة، والشوط خلاص قرب بس باقي 10 دقائق شباب، باقي 10 دقائق وان شاء الله باذن الله ندق خشم جلوري دق. ها يا ولد نحتسي قليلا من القهوه. الله اكبر يا كورتوا، كورتوا انت المنقذ، كورتوا رجل مباراه والله، لا ايش اسمه، لا ذا ولا ذاك، كورتوا والله انه رجل مباراه. يلا حلوين، ها تكفى صدها، الله اكبر الله عليك، صح والله كورتوا اقصد، انا ما ادري شكله التكتيك حقه فيه، اشوف ينفست هذه المباراة معناه ان تكتيكي فيه مشكلة لازم اعالجه بحيث انه جلوري ما يضغطنا بهذا الشكل، لان الان المنقذ هو كورتوا، هذه فرصة ضايعة لي. الله اكبر، اتوقع انه خلاص، حتى لو والله ما تدري عن اللعبة دي يمكن كذا يجحفلون في اخر الدقائق. شوتا هاي يا ولد، الله اكبر كورتوا، كورتوا اي لاف يو، اي لاف يو ماي مان، والله العظيم شد حلو يا عيال، اقسم بالله كورتوا وحش. ها افا ايش الكلام، واحد طلب دخول للدوري، مره مو وقته، سجل جلوري هدف، يا خل نشيل هذه، طف الجوال كذا. يا جماعه الخير انتهت مباراتي مع جلوري 2-1، لكن الشخص اللي ارسل طلب انضمام للدوري علق الجوال. لعبه المدرب الافضل ما يحتاج يعني اقول لكم عليها قديش هي جميله وقديش هي حلوه. انا مركز الثاني، اوكي حصلون رابط اللعبه سواء لجوالات الاندرويد او جوالات الاي او اس اللي هي الايفون، رابطها تحت يا جماعه الخير تحت في الديسكريبشن، يمديك تحملها وتستانس وتنبسط في اللعبه. يعطيكم العافيه على المتابعه، زر اللايك، تابعون حساباتي تحت، اشترك اذا ما كنت مشترك في القناه. السلام عليكم.